جزيلا. ونروح على الجانب الاخر، واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم التحليل الحاليين كابتن هشام حنفي. مساء الخير يا كابتن، والف مبروك للنادي الاهلي، وشفت اللقاء ازاي؟ مساء الخير يا كابتن سيف، تحياتي ليك ومليون مبروك طبعا انضمام اون تايم سبورت، ودايما واجهة مشرفة يا كابتن سيف والله دايما. ربنا يخليك يا كابتن هشام، بتشرف دايما بوجودك معايا. وعايز اسالك النهارده، شفت المواجهه للنادي الاهلي مع سان داونز ازاي، والافضليه والتفوق الكبير للنادي الاهلي، وشايف كمان مشوار النادي الاهلي في اللي جاي ازاي؟ انا النهارده شفتها كواحد مشجع مش واحد مدرب او واحد محلل، شفتها زي الناس اللي قاعده بتتفرج على الماتش في الكافيه وقاعد مع الجمهور في وسطهم بشجع ومتحمس جدا. انا شايف ان الراجل ادى المباراه تكتيكيا وتنظيميا في الملعب بطريقه فاجئنا بيها كلنا، وفاجئ كل المحللين والنقاد والرياضيين كمان، لان انا توقعت ان هو كان هيبدا بنفس التشكيله ممكن باستثناء اباجي. غير كده هو فاجئنا وقدر ان هو يستغل ان هو في اول تلت ساعه يجيب جول حتى لو بكره ثابته، ولكن انا شايف ان هو ده كان، انا كنت متوقع ده امبارح والله يا كابتن سيف، وكان عندي مداخله مع قناه الاهلي امبارح وتوقعت النتيجه تبقى 1-1، والحمد لله كسبت الرهان منهم. وتوقعت كمان الشناوي ان هو هيبقى ليه دور كبير جدا، والحمد لله وربنا وفقنا، كان ممكن نكسب 2-1، جالنا فرص كتير جدا ان احنا نكسب 2-1 في اخر الماتش تحديدا. ويمكن كره السوليه اللي هي في الشوط الاولاني لما لعبها البادجي دي اعتقد ان هي كانت ممكن تخلص الجيم من بدري قوي يعني. انت طالع يا كابتن بتزغزغهم عشان تاخد منهم الرهان؟ ما لازم اخد الرهان، فده كان هو اصل هو احرجني على الهوا فبيقول لي تتوقع كام النتيجه؟ قلت له لا انا اتمنى النادي الاهلي يكسب طبعا زي الزمالك ما كسب، يبقى اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يكسب. قال لا انا عايز يعني تقول لي نتيجه. قلت له 1-1 ان شاء الله، والاهلي يجيب هدف الاول، والشناوي هيبقى ليه دور كبير جدا جدا في فوز اللقاء، فالحمد لله قد كان يعني الحمد لله كابتن سيف. شايف ازاي يا كابتن اللقاء القادم مع الوداد؟ انا سمعت حاجات كده من المؤمن هو بيتكلم معاك طبعا، ان هم دول الاربع فرق الاحسن اللي صعدوا، وان فرقتين من القاهره طبعا اهلي وزمالك. دي فرصه كويسه جدا على فكره كابتن سيف، وانت سالت السؤال ده المؤمن، ان النادي الاهلي هو قال لك النادي الاهلي عنده لعيبه كتير وبتدخل التشكيل بشكل كبير. انا اعتقد ان النادي الاهلي الفتره دي يعني قريب جدا من حسم الدوري، يعني قريب ان شاء الله الفتره الجايه لو طبعا طبق طبعا الخصم بتاع نادي الزمالك كمان اللي هو المنافس التقليدي، ان هو يعني يتخصم منه 6 نقاط، اعتقد ان هو بيبعد بشكل كبير، هيبقى عنده لعيبه تانيه تقدر تلعب بشكل قوي، لان انت محتاج النهارده قوام الفرقه، هيبقى كابتن حسام بدري محتاجه في منتخب مصر، وكمان انت محتاجه بقى في الفتره اللي جايه الاصعب، لان بعد كده ان شاء الله باذن الله يعني اذا كسبت البطوله في كاس عالم الانديه، فاعتقد انت محتاج النادي الاهلي هيبقى محتاج اكتر ان هو يريح بعض اللعيبه اللي مجهده بشكل كبير يعني. بشكرك كابتن هشام، ومعلش بنعتذر للمدام بهدلنا البيت. كابتن سيف انت عارف انت تنور المكان طبعا كابتن سيف، انا كنت مستنيك انت يعني، انا كنت قاعد مستني وعامل عشاء وعامل حاجات كبيره قوي. شرف يا كابتن. لا يا كابتن ده شرف ودماغنا، نيجي العشاء. كابتن سيف انت فوق راسي، ربنا يخليك كابتن.